يا ظلمة القلب كذب على الذئب كذب دمع من الأوهام دمع من الأوهام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوسف الأحلام. النهاردة الحلقة رقم 27، وتركنا بالأمس يعقوب عليه السلام وهو بيقول، والحقيقة تأثرنا بيه جدا، وهو بيقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يا ترى أخويا وحبيبي بتشكو بثك وحزنك لمين؟ وترى أختي الفاضلة بتشكي بثك وحزنك لمين؟ اشتكوا ربنا سبحانه وتعالى والجأوا ربنا سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يعني قولوا كل اللي جواكم واحكوا كله. ولذلك سبحان الله في العمرة اللي فاتت كان الناس بتسألني بتقول لي أدع أقول إيه حوالين الكعبة، قلت له قولي اللي في قلبك، مش لازم تكون حافظ دعاء معين، اللي في قلبك. وأجمل حاجة الدعاء وهو طالع من القلب. كان يعجبني قوي قوي لما امشي جنب حد من الناس البسطاء وهو عمال يقول يا رب يا رب افرج عليا، يا رب اشفيني يا رب. الكلام البسيط ده ما هوش حافظ احاديث معينه ولا ادعيه معينه، لكن اللي جواه بيقول. واجمل حاجه ان الكلمه تطلع من القلب والدعاء يطلع من القلب، واكيد هيوصل بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف ايه اللي حصل يا جماعه. اللي حصل بكل بساطه ان يعقوب عليه السلام لما اولاده فاجئوه بان بنيامين كمان أصبح عبد رقيق عندي عزيز مصر، لأنه اتظبط هناك وهو بيسرق. طبعا هو ما سرقش، ويعني كانت حيلة مدبرة ما بين يوسف عليه السلام وبين أخيه بنيامين عشان يحجزه عنده ويخليه عنده في مصر. يعقوب عليه السلام قال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. وبعدين بعدها فكر، بعد ما تولى عنهم بقى وبيضت عينهم من الحزن فهو قديم، بعدها فكر قال طب الله، طب وليه نستسلم لليأس والحزن ده؟ طب ما نخلي أبعت أولادي يبدأوا يدوروا على يوسف وعلى أخيه بنيامين. بنيامين معروف هو فين، لكن يبدأوا يدوروا على يوسف على أساس أن ربنا يكرمنا ويجتمع شمل الأسرة مرة تانية، ونشوف إذا كان في طريقة أن احنا نجيب بها بنيامين كمان. يبقى يبدأوا يروحوا يدوروا من دلوقتي. قال يا بني اذهبوا فتحسسوا يوسف وأخيه. خد بالك بقى، ولا تيأسوا من روح الله. والله الفرج قريب. ليه؟ لأن يعقوب عليه السلام قال لهم قبل كده إيه؟ وأعلم من الله ما لا تعلم. أنا عارف إن الفرج قريب، وعندي يقين وثقة في الله. عندك اليقين والثقة في الله دي، يعني لما بتقع في أزمة، لما بيحصل لك مشكلة، بيبقى عندك يقين، بتقول أنا ثقتي فيك يا رب، إن شاء الله هتفرج عليا. لما بتيجي يحصل لك حاجة، لما بيجي لك أزمة معينة، لما بيحصل لك أزمة مادية، بيخلي عندك ثقة ويقين في الله، أنا واثق يا رب إنك هتفرج عليا. أنا عندي يقين إنك هتسد ديوني، ما دام أنا عندي نية إن أسد الدين إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عز وجل عنهم. أخويا وحبيبي خلي عندك ثقة في الله، خلي عندك حسن ظن بالله، وربك حبيبك جل جلاله هو اللي قال: أنا عند ظن عبدي بي. في رواية: إن ظن بي خيرا فله، أنت اللي كسبان، وإن ظن بي شرا فله، أنت اللي خسران. قال إيه؟ ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إلا حصل أخوي وحبيبي مفاجأة كبيرة جدا، هتحصل مفاجأة تكاد تخلي الإنسان عقل يطيش. إخوة يوسف للمرة الثالثة جهزوا الجمال ورايحين مرة ثالثة من فلسطين لمصر، مشوار على بعد 8 ليالي بالإبل، 8 أيام ليل ونهار ماشيين بالإبل لحد ما يوصلوا لمصر. حد فيكم يستحمل ده؟ انت تبقى رايح عمره وراكب طياره وساعتين الا ربع في الطياره، وبتوصل بتقول جسمي متكسر، اروح استريح شويه في الفندق وبعدين انزل عمره، واخد بالك؟ فما ظنك بقى 8 أيام بلياليهم على الابل في الصحراء، وماشيين في الحر والبرد والتعب والريح والاقطار اللي حواليهم دي كلها، ورايحين للمره الثالثه من فلسطين لمصر. راح اخوه يوسف، بس المرة دي كانت حالتهم صعبة قوي. المرة دي يا جماعة هم يدوب رجعوا وحطوا الأكل والشرب والحاجات لأهليهم، ليعقوب وللأسرة كلها، العيلة كلها، وما لحقوش يجمعوا بضاعة تانية عشان يروحوا يديها ليوسف عليه السلام مكان البضاعة والأكل اللي هياخدوه، صح كده؟ فهدوب اللي قدروا ياخدوه ياخدوه، شوية بضاعة تعبانة كده وشوية عملة يعني ضيعة، فاهم ازاي؟ وراحوا.
وراحوا في حالة من البؤس ومن التعب والمشقة والخوف والألم والحزن. كل الأحاسيس ديت كانت متجمعة عند إخوة يوسف. أول ما وصلوا إلى بلاد مصر عرف سيدنا يوسف إن هم وصلوا، وهو كان واثق إن هم هيرجعوا مرة تانية، لأن المرة دي ده هم في الأول كانوا جايين عشان عايزين ياكلوا، لا ده المرة دي جايين عايزين ياكلوا، وفي نفس الوقت أخوهم موجود معاه دلوقتي بقى عبد رقيق عند إيه؟ عند يوسف عليه السلام. فأول ما دخلوا دخلوا في حالة فيها من الذل والانكسار، يعني شيء عجيب. دخلوا رأسهم في الأرض وعينيهم في الأرض وقلبهم مكسور ومن جوه مجروحين، وابتدوا أخيرا يحسوا بألام أبوهم، وابتدوا يحسوا قد إيه إن سيدنا يعقوب تعب وتعذب 40 سنة. بدأوا يشعروا بيه، والدليل على كده إن هم نفسهم بقى صعبان عليهم أخيرا إن سيدنا يعقوب بيبكي. يعملوا إيه؟ فدخلوا وبكل ذل وانكسار يا جماعة. فلما دخلوا عليه على يوسف يعني عليه السلام قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. خلاص يعني أصابنا وأهلنا قحط وجد ومجاعة وتعبنا، وجئنا ببضاعة مزجاة، بضاعة ملهاش قيمة، كل ما نديها التاجر يردها لنا. وقال ابن عباس كانت عملة رديئة، كل ما يدوها التاجر يرجع لهم. قالوا وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. اوعى عشان جبنا لك عملة رديئة أو جبنا لك بضاعة كاسدة، اوعى يعني تدينا الكيل ناقص، لأن محتاجين ناكل ومحتاجين نعيش، فتصدق علينا، ده احنا يعني شايفينك ان انت من المحسنين، وشايفين ان انت انسان عندك دين وسمة الاحسان باين على وشك. وبدأوا يتكلموا بلغة المنكسر، وفعلا الكسرة كانت وصلت قلوبهم، وبدأوا يحسوا بأحاسيس اول مرة يحسوها. الفرعنة والفتونة والاشياء اللي كانت موجودة عندهم زمان كل ده راح، كل ده راح، وقلوبهم ابتدت تنكسر. ابتدوا يحسوا إن هم السبب في كل اللي حصل لأبوهم، وإن هم اللي أدخلوا عليه الحزن، وهم السبب إن أبوهم يتعمي. الآن تجددت الأحزان، إحنا اللي خلينا أبونا يتعمي، وإحنا اللي ضيعنا يوسف، وإحنا اللي ضيعنا بنيامين، والنهاردة جايين مش لاقين لا ناكل ولا نشرب. فالأحزان اتجمعت كلها وابتدوا يكلموه وقلبهم مكسور. وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. تصدق علينا إما بأن تعطينا الكيل كاملا ولا تنقص أي شيء، واخد بالك، وإما أن ترد إلينا أخينا ويبقى جزاك الله خير، يبقى أنت كده تصدقت علينا. إن الله يجزي المتصدقين، ربنا هيكرمك ويعطيك عطاء لا يخطر على قلب بشر. معنى كده يجوز يا جماعة للإنسان إنه يشتكي ويقول الشكوى اللي جواه لإنسان زيه؟ يجوز، بس بشرط، من غير ما يكون بيتسخط ومن غير ما يكون بيعترض على قدر الله وعلى قضاء الله. يعني واحد دخل لدكتور بيقول له عامل ايه؟ قال له تعبان. هو اشتكى للدكتور، لكن هل اشتكى ربنا ليه؟ لا، ده بيخبره عن حاله. واحد بيسأله عامل ايه؟ قال له جعان. مش بيشكي ربنا او بيشتكي ربنا، هو بيقول له الحالة بتاعتي ايه. فان كان من غير التسخط ولا اعتراض على قدر الله فيجوز. الدرس الثاني ان ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة والله يؤيد المظلوم وينصره ولو بعد حين ويمكن له. شفت اللي حصل يوسف عليه السلام؟ مين يصدق احنا بقالنا النهارده ادي الحلقه رقم 27، مين يصدق يا جماعه ان سيدنا يوسف اللي كان من 40 سنه مرمي في البئر مع الحيات والعقارب، بالله عليك بمقاييس العقليه وبمقاييس حضرتك العقليه، ممكن طفل عنده 12 سنه ترميه في غيابه الجب في بئر غويط جدا مع حيات وعقارب وافاعي ممكن ينجو؟ بمقاييس ومقاييسك ده لا يمكن. يعني حتى لو ما فيش حياة ولا عقارب ولا أي حاجة، هو كده كده موجود في مكان زي دوت هيموت من الجوع ومن العطش ومن الخوف، كفاية الخوف. وهو عارف إنه حتى لو طلع فالذئاب مستنياه، وقاعد جوه من غير قميص في عز البرد وهيموت ومش قادر، ورغم ذلك ربنا ينجيه ويروح يبقى في قصر العزيز، وبعد كده يبتلى ويخش السجن وهو مش عارف يطلع بعد دي، ويقعد 9 سنين في السجن ويطلع بعدها مباشرة
عشان يبقى عزيز مصر. مين يتخيل بالله عليك كان يخطر، لو انت ما قرأت سورة يوسف كان يخطر على بالك ان سيدنا يوسف ممكن يحصل له اللي حصل ده؟ لكن تأكد اخويا وحبيبي، والله ثم والله ثم والله، المظلوم سينتصر، سينتصر يوما ما. اصبر اصبر وسيأتيك الفرج من عند الله وعزتي وجلالي. مصدق ربنا؟ انا مصدق ربنا، ولازم كلنا نكون بصدق. ومن اصدق من الله قيلا، ومن اصدق من الله حديثا، أإله مع الله، لا إله غيره ولا رب سوى. أخويا وحبيبي ده ربنا اللي بيقسم، ده ربنا اللي بيقسم. هو ربنا محتاج يقسم سبحانه وتعالى؟ بيقول لك وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، ولو بعد حين. أيوة، عشان لو ما انتصرتش النهاردة اطمن هتنتصر بكرة، وربنا هينصرك على اللي ظلمك. وأنا عارف إن ناس كتيرة جدا في زماننا ده بالذات، ويمكن أنا اتكلمت في الموضوع ده في درس المظالم، كان درس طويل اتكلمت عن المظالم وقد ايه ناس كتيرة اتظلمت في عهدنا ده. وانا جلست مع ناس، والله يا جماعة والله العظيم كاد ان قلب ده ينخلع من هول المظالم اللي حصلت لناس في زماننا ده. قد ايه في ناس قلوبها قاسية، وقد ايه في ناس اتظلمت، وقد ايه في ناس يعني اتقهرت من كتر الظلم. وياما ناس اللي اصيب بشلل، واللي اصيب بغلطة، واللي مات من شدة الظلم. ولكن ربنا بيقول آية تصبر كل مظلوم على وجه الارض، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هيعرفوا إيه اللي هيحصل لهم بكرة، والمظلوم سينتصر، سينتصر والله هتنتصر. أخويا وحبيبي قر عينا، أختي اللي اتظلمت وقلبها انكسر من كتر الظلم، أختي اللي قسيوا عليك وخدوك وحرموك من ميراثك، وحرموك من عيالك، وحرموك من زوجك، وحصل لك واتدبرت ضدك مؤامرات، ربنا هينصرك ويخلي عندك يقين. قولي لي بقى لي 10 سنين وما انتصرتش، ده ربنا بيقول لأنصرنك ولو بعد حين. بعد حين ما حددتش، وان شاء الله النصر سيأتي في يوم من الايام، يمكن بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، يمكن بعد 100 سنة، لكن النصر سيأتي، سيأتي. وربنا لما يقسم على شيء من غير ما يقسم فهو الصادق سبحانه وتعالى. يبقى ربنا هيؤيد المظلوم ولو بعد حين. حاجة الثالثة والدرس الثالث، هل يجوز للعبد ان يقول يا رب اللهم تصدق علي؟ لا ما يجوز. ليه؟ امال يقول ايه؟ يقول اللهم تفضل علي. يبقى ايه الفرق بين تصدق علي وتفضل علي؟ تفضل علي الله هو المتفضل، انما المتصدق لا، مش ربنا. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى بيوضح لنا ان المتصدق ده انسان بيبتغي الاجر والثواب. ان الله يجزي ايه؟ يجزي المتصدقين. فالمتصدق ده راجل بيبتغي الاجر والثواب. فهل ربنا جل جلاله له المثل الاعلى سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل ربنا يرجو الاجر والثواب من مين؟ ده هو الله سبحانه وتعالى. يبقى لما تقول ما تقولش يا رب تصدق علي، وانما تقول يا رب تفضل علي. دي كانت حاجه كده على هامش الموضوع. طيب الحاجه الثانيه، الدرس اللي بعد كده، الفرج مع القرب. والله ستفرج، ان شاء الله سياتي الفرج. اخويا وحبيبي اللي عضك الفقر، ياللي تعبت من شدة الفقر ومن أزمة المالية، إن شاء الله هتفرج، إن شاء الله هتفرج، وربنا هيكبر كسرك. إن ما كانش في الدنيا يبقى في الآخرة، ما أنت كده كده عايش عايش، وما تخافش هتقضيها بلقيمات يسيرة، عشان تيجي يوم القيامة ما تتحاسبش، ما فيش حاجة تتحاسب عليها. تيجي يوم القيامة تلاقي الدنيا معدية ما شاء الله. واحسب لك الفرق كده أخويا وحبيبي عشان بس تقر عينا. تخيل واحد راجع من السفر، الاتنين راجعين من بره، من دولة أجنبية أو عربية. واحد جاي وشايل معاه 20 شنطة وثلاث زكايب، وقفوا في المطار وعمالين يفتحوا في الشنط ويشوفوا ويجمركوا ويعملوا ويكتبوا وشيل شنط وفك وربط، وما اتأخر في المطار قد ايه؟ 10 ساعات. والتاني معهوش حاجة خالص، يا دوب ماشي بشنطة صغنطوطة في ايده فيها جواز السفر ومبلغ بسيط وشوية أوراق مهمة. جه عند الجمارك قال له معيش غير الشنطة ديت، معكش أي حاجة؟ معيش حاجة. قال له عدي. ده مشهد بسيط من مشاهد الآخرة. يوم القيامة جيت أخويا الفقير اللي ما كنتش لاقي اللقمة تاكلها، كان معاك إيه؟ لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن 4، من بينها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كانش فيه يا رب، ده كان على القد بالظبط، اللقمة وكنت باكلها ومن الحلال وحاجة بسيطة خالص ما يصد الرمق. عدي خش الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم، ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة.
فيغمس غمسة واحدة في الجنة. ثم يسأله الله عز وجل: عبدي، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط، وما مرت بي شدة قط. يا سبحان الله، أنا عارف قد إيه ناس كتيرة جدا من كتر الحرمان اللي شافوه متعذبين وتعبانين. أنا عارف قد إيه إن في ناس من كتر الظلم اللي وقع عليهم قلوبهم مكسورة. أنا عارف قد إيه في ناس بيبقوا ماشيين ويبص يا عيني على الفاكهة أو على الأكل أو على الشرب ويقول: ياما نفسي أجيب لأولادي، لكن ما باليد حيلة. العين بصيرة والإيد قصيرة. ما تحزنش، لأن الدنيا اللي أنت زعلان عشانها ديت حبيبك صلى الله عليه وسلم كان بينام فيها على الحصير، والحصير مؤثر في جنبي. والصحابة يقولوا له: يا رسول الله، ألا نتخذ لك وطاء فراشا لينا؟ فيقول: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل الشجرة ثم راح وتركها. فالدنيا ما تسويش، الدنيا ما تسويش أبدا. عبدي، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط، وما مرت بي شدة قط. كل ده بإيه أخويا وحبيبي؟ بغمسة في الجنة. أما لما تخش الجنة وتنعم في الجنة وتصحب النبي في الجنة وتنظر إلى وجه الرب العلي في الجنة، والله اطمن حبيبي، اطمن وقر عينا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. أخويا وحبيبي، لما إخوة يوسف دخلوا عليه وقالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، تعبنا خلاص، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قلب يوسف الرحيم اللي مليان حب للدنيا كلها، مش لإخواته بس يا جماعة، ده للدنيا كلها، ده قاعد بيأكل الشرق الأوسط كله. قلب يوسف لم يتحمل بقى خلاص، يعني إخواتي وصلوا لمرحلة الكسرة الكبيرة ديت، معقولة أنا أصبر على الكسر اللي شايفها دولت؟ يعني في إخواتي مش ممكن، مش قادر يتحمل سيدنا يوسف عليه السلام في اللحظة ديت. يعني ابتدى خلاص لازم أكشف لهم الحقيقة بقى، ما ينفعش أن أنا أفضل كده أدار عليهم، لأنهم خلاص أنا شايف إخواتي بيتدمروا قدامي، وأكيد أبويا حالته أصعب منهم. يوسف عليه السلام قرب منهم وقال لهم حاجة جميلة قوي، ورجعهم للماضي اللي ورا بقى، يعني رجعهم لأيام زمان، 40 سنة، 40 سنة بكاء، 40 سنة حزن، 40 سنة عذاب، 40 سنة قضاها في ما بين البير وما بين الحياة والعقارب وما بين السجن وما بين الابتلاء وفتنة امرأة العزيز، 40 سنة في عذاب شديد، محروم من أبوه حبيبه، محروم من بنيامين أخوه، محروم من الأسرة ومن العيلة ومن اللمة. قال: ألا علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. عايز يقول لهم، ما رضيش يقول لهم إذ أنتم ظالمون. شوف حتى رقة اللفظ، حتى لما يعاتب، هو ده اللي قلته يوسف عليه السلام، هو ده اللي قاله، ما رضيش يجرح مشاعرهم ولا يقول لهم حاجة، رغم أنه هم تسببوا في أنه 40 سنة ما يشوفش أبوه. نجمعنا حتى الآن ما يزيد عن 250,000 قطعة ملابس مستعملة. المتطوعين دلوقتي بيغسلوهم وبيكوهم وهنوزعهم مجانا على أكتر من 100,000 محتاج. كل واحد هياخد 3 قطع يختارهم بنفسه. توزيع الهدوم هيكون يوم 29 رمضان. كل ما نجمع هدوم أكتر هنساعد ناس أكتر. ما تضيعش الفرصة والحق ثواب الشهر الكريم بتبرعك بملابسك المستعملة. اتصل على 19450 وحنجيلك لباب البيت. أنا بعتذر لأني اتأخرت كتير عن أن أنا أزور مستشفى سرطان الأطفال. اتأخرت لأني ما بحبش أشوف طفل في فراش المرض أو على سرير الألم. لما جيت اكتشفت أن المكان هنا قلعة للأمل وللإخلاص. الأطباء متفرغين، الدقة عالية للغاية، الجودة لها معايير، النظافة مطبقة طوال الوقت، والأهم في بحث علمي دقيق، والمستشفى بيتحول بمضي الوقت إلى أنه يكون مؤسسة علمية لها مستقبل في تطوير وفي أبحاث مرض السرطان. إسلام من التمول وبقاله 9 شهور هنا، وفي إيدي فاتورة لطفل تاني اسمه أحمد، قعد من شهر إبريل لشهر يونيو في المستشفى، وتكلف حوالي 696,000 جنيه.
ده بيثبت لكم قد ايه ضروري انكم تتبرعوا لهذا المستشفى. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون؟ اكيد انتم عملتوا العمله ديت بجهل منكم، انتم مش قاصدين. شوف، هو اللي بيعذرهم، مش هم اللي بيعذروا نفسهم، هو اللي بيعذرهم بيقولوا اذ انتم جاهلون، اكيد انتم ما تقصدوش تعملوا فيا كده، مع ان هم رموه في البير وكانوا عايزين يموتوه. وبعد ده كله كمان حتى لما السياره طلعوه هو راحوا باعوه بثمن بخس اي فلوس ويلا خدوه. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون؟ كانت اكبر مفاجاه، مفاجاه اذهلت عقولهم، ما كانواش مصدقين. قالوا أإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف. ما رضيش يقول لهم أنا عزيز مصر أو أنا الوزير يوسف، قال لهم أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. رجع الفضل كله لله سبحانه وتعالى، ما قالش بجدعنتي وباجتهادي وأنا إنسان عصامي وبدأتها من تحت الصفر لحد ما بقيت وزير المالية والاقتصاد. قال أنا يوسف وهذا أخي، وهذا أخي. شوف قد إيه، يعني هو ده أخويا لأنه ما أذنيش، هو ده أخويا لأنه ما رمانيش في البير، هو ده أخويا لأنه ما حرمنيش من أبويا، هو ده أخويا لأنه ما فكرش في يوم من الأيام أنه يعمل فيه حاجة وحشة، إنما أنتوا أذيتوني بس عايز يجيبها لهم بشكل برضه ما يجرحش مشاعرهم. قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. المنة كلها والفضل لله. لما ربنا يفرجها عليك أخويا وحبيبي أوعى تنسى فضل ربك. لما ربنا يفرجها عليك أختي اوعى تنسى فضل ربنا. اوعى لما ربنا يفرجها علينا نفتري، اوعى لما ربنا يفرجها علينا ننسى العباده ونترك ونفتري ونمرح في الدنيا ونسرح ونترك كل عباده لله سبحانه وتعالى. قال انا يوسف وهذا اخي، قد من الله علينا، انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. تخيل كده موقف اخوه يوسف في اللحظه دي كانوا عاملين ازاي. أنا مش قادر يعني أوصف لك أحاسيسهم. مفاجأة أذهلت عقولهم، مش مصدقين نفسهم. بدأ شريط الذكريات يعد قدام عينيهم. هو ده يوسف أخونا اللي رمناه في البير من 40 سنة، بقى عزيز مصر ومع كده لا عاتبنا ولا أذانا ولا سجننا ولا رمانا في البير إحنا كمان، ولا فكر حتى يسجننا ولا يعمل فينا أي حاجة. ايه الكلام ده كله؟ بدأوا يحسوا ان هم كأن كل واحد بيقول ياه، واحنا للدرجه دي وحشين؟ وهو للدرجه دي انسان محسن للدرجه دي؟ فراحوا على طول من غير ما يملكوا نفسهم، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. احنا بنعترف لك بان احنا فعلا وحشين، احنا عمرنا ما كنا كويسين، انت فعلا انسان فاضل. تعرف لما تقعد تسيء لإنسان، تسيء له وتعمل فيه اللي ما يتعملش، وفي الآخر خالص يجي يقول لك وأنا مسامحك، وفوق إن أنا مسامحك كمان هكرمك وهعمل معك اللي أنت عايزه. عمرك شفت حد بالمنظر ده؟ شفت قد إيه التسامح؟ يا ناس سامحوا بعض، يا ناس سامحوا بعض، يعني ليل ونهار عمالين بتدبروا المكائد لبعض والقضايا والمشاكل، سامحوا بعض عشان ربنا يكرمكم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله أذكر إن أخ مرة واحد ظلمه ظلم، أعوذ بالله، ظلم بين، ظلمه ظلم عجيب، خد منه فلوس قد كده وخرب بيته وتسبب في طلاق زوجته وحرمه من أولاده ودخله السجن 5 سنين. في أكتر من كده ظلم؟ وفي يوم من الأيام الشاب المظلوم دوت كان في الحرم بيعتمر وهو بيطوف حوالين الكعبة، ربنا يجمعه في اللحظة ديت مع اللي ظلمه، فشافه فافتكر الظلم اللي شافه ده كله، سجن 5 سنين وضيع فلوسه وحرمه من زوجته وحرمه من أولاده. فبدأ يوصله كده ويبكي، وبعدين بقى يقول في نفسه اللي زي ده أسامحه إزاي؟ أنا ما أقدرش أسامحه. وبعدين فجأة افتكر، قال ولا أقول لك أنا مسامحك، يمكن أكون أنا كمان محتاج إن ربنا فعلا يسامحني، لعل وعسى يمكن لما سامحك ربنا يسامحني. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الصحابه للتصدق في يوم من الايام، وجي واحد مسكين ما عندوش حاجه خالص، واحد قبليه راح تصدق بعنقود عنب، هو ما لقاش حتى في بيته عنقود عنب، فوقف وقال يا رب اللهم انك تعلم اني لا اجد ما اتصدق به،
فأشهدك أني قد تصدقت بعرضي على كل من شتمني أو سبني أو آذاني، فقد تصدقت بعرضي وأنت أولى بالمسامحة. يا سبحان الله، فكرت مرة كده تقول يا رب أنا سمحت أي إنسان أذاني عشان ربنا يعفو عنك؟ والله العظيم ستجد لذة وحلاوة في قلبك لا تخطر على قلب بشر لما تسامح الناس. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ينجح يوسف عليه السلام في الابتلاء بالنعمة زي ما نجح في الابتلاء بالشدة، ويقول لا تثريب عليكم اليوم، حتى مجرد العتاب واللوم والله ما هعاتبكم ولا لومكم وترك المعاتبة من المروءة. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يا سبحان الله، التمكين ثمرة عظيمة جدا للصبر والتقوى. المؤمن الصادق العفيف، الإنسان اللي يعرف ربنا فعلا واللي بيتبع نبينا فعلا صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أبدا يعرف الانتقام أي طريق لقلبه. ما فيش مسلم يا جماعة يعرف ينتقم. انتقم إزاي؟ لو واحد أذاني الله يسامحه، الله يسامحه، قادر ربنا سبحانه وتعالى ياخد لي حق منه، قادر ربنا يعوض لي كل ده خير وأخد بيع حسنات يوم القيامة، ويوم القيامة أول ما يكون الحساب بين العبد في المظالم، القصاص والمظالم والدماء بالذات على 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 يعني يعني أخص شيء هو الدماء، أول حاجة القصاص في الدماء. فالإنسان لابد أن هو يسامح، لابد أن أنت تملك قلب مسامح وتعفو وتغفر، وأكيد ربنا هيكرمك وهينصرك. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم مثال عظيم جدا جدا في العفو. ينضرب في الطائف ويحصل معاه كل الحاجات ديت وتنزف الدماء الشريفة من قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتيه ملك الجبال، يا رسول الله لو شئت لأطبقن عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان بين مكة والطائف، فيقول لا إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ويجي صلى الله عليه وآله وسلم يوم ما دبرت 9 مؤامرات لقتل النبي ويعفو النبي، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ويجي النبي يوم فتح مكة، أهل مكة اللي طردوه وهو خارج وبيبكي ودموعه على وجنتيه، ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. ويرجع يوم الفتح ويلاقي الناس كلها واقفة ورأسها في الأرض مش عارفين إذا كان النبي هيعلق لهم المشان ولا يعمل فيهم إيه. وإذا به صلى الله عليه وسلم يقول ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم، فقال فاذهبوا فأنتم الطلقاء. الله الله على عفو النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أنا عايز أذكر لك موقف قريب جدا من موقف يوسف عليه السلام. كان أبو سفيان وكان أذاه شديد جدا جدا بالنبي، ويجي يوم فتح مكة يروح يسأل واحد من الصحابة يقول له يعني أريد أن أسلم فماذا أصنع؟ فيقول له ادخل على محمد، ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقل لهم تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال له هينفع؟ قال له هينفع. فدخل على النبي وقال يا رسول الله تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. وإذا بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. تعرف تغفر وتسامح بالمنظر ده؟ تعرف تسامح اللي ظلمك؟ تعرف تسامح كل من أساء إليك؟ تعرف تعفو وتنظف قلبك من ناحية كل إنسان؟ ده واحد من الصحابة حكم له النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله إن هو من أهل الجنة، لأنه فقط يعني ما عملش أي حاجة سوى إن صدره سليم. ويمكن قلت لكم من درسين ثلاثة، الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، يدخل رجل مرة واثنين وثلاثة والنبي عليه الصلاة يقول نفس الكلمة، هو نفس الرجل اللي يخش. عبد الله بن عمرو قال له يعني أنا حلفت إن ما أخشش على بيت أبويا 3 أيام عشان متخانق معاه، ممكن تضيفني؟ قال له ضيفك. راح البيت عنده، قعد عنده 3 أيام. عبد الله بن عمرو ما شاء الله عبادة إيه وقيام إيه وصيام إيه، التاني ما بيعملش حاجة غير إنه بيصلي الصلاة الخمس، غير أنه كان إذا تعار من الليل لو كان بيقلق بالليل كان يذكر الله عز وجل. حتى قال ابن عمرو كدت أن أحتقر عبادته، إيه ده بيعمل إيه ده ولا حاجة. قال فلما هممت بالانصراف قلت له أنا ما لاحيت أبي، أنا ما قلتش لا هدخل عليه ولا غيره ولا كان في مشكلة، بس أنا سمعت النبي بيقول كذا فحبيت أشوف أنت بتعمل إيه عشان أقلدك. قال هو ما رأيت غير أني لا أبيت ليلة وفي قلبي غش ولا غل ولا حسد لأحد من المسلمين.
قال تلك التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك. جميل قوي قوي ان انت تصفي قلبك من الحسد والاحقاد خصوصا في الايام الجميله بتاعتنا دي. جميل قوي قوي ان انت بعد ما تسمع الحلقه دي ترفع سماعه التليفون وتصالح اي انسان بينك وبين خصومه. والله العظيم اخويا وحبيبي بمجرد ما تصالحه او تسامحه وتقفل سماعه التليفون هتحس ان الايمان بيغمر قلبك وهتحس بسعاده ونشوه والله لا يعلم مداها الا الله سبحانه وتعالى. هتحس بسعادة وانت رافع قضية ظلم على واحد او بتنتقم منه او بتاخد حقك او غير ذلك. لما تتنازل وتعفو عنه هتحس قد ايه ان ربنا سبحانه وتعالى هيقذف في قلبك من الايمان ومن حلاوة الايمان ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. جرب اخويا وحبيبي وسامح واعفو وشوف قد ايه سيدنا يوسف عليه السلام بعد 40 سنة آلام واحزان، بعد 40 سنة غربة، بعد 40 سنة بكاء من أبوه، بعد 40 سنة اتعمى فيها أبوه، بيقول لهم لا تثريب عليكم اليوم، والله مش هقول لكم حتى مش هعذبكم ولا عاقبكم، ده أنا حتى مش هعاتبكم. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يا ريت نقول الجملة ديت لكل اللي ظلمونا، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. والله وأشهد الله أني سامحت كل من ظلمني في حياتي. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنشوف إيه اللي هيحصل بقى بعد كده مع سيدنا يعقوب، وإيه الفرحة اللي هتحصل له، وإيه المفاجأة اللي جاية نعرفها بكرة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألقوه في الجب، في الجب يا ظلمة القلب، القلب كذب على الذئب، كذب دمع من الأوهام، دمع من الأوهام. يا محنة هو بي السجن والكرب، حفظ من الرب، ربي تحلو به الآلام، تحلو به الآلام. بجمال قصته وبحسن طلعته وإباء عفته هو يوسف الأحلام، هو يوسف الأحلام.